السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل على الوحدة 9، الشغل والطاقة، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. أردد شعاري المثابرة: أقرأ أفهم أحفظ أطبق، والنجاح في إيدك. استراتيجيات حل المسائل: لازم تنتبه لاستراتيجيات حل المسائل وتطبقها أثناء حل المسائل. المسألة رقم 1، جيب ورقة وقلم وحل معي، وجيب الورقة اللي كاتب فيها القوانين الخاصة بالوحدة 9. إذا بذل لاعب الهوكي ضعف القوة، يعني 9 نيوتن على قرص الهوكي خلال المسافة، فكيف ستتأثر كمية الشغل الذي بذلته العصا على قرص الهوكي؟ هون قانون تعويض جواب: الشغل يساوي القوة F في الإزاحة، D في كوساين سيتا، سيتا هي الزاوية بين اتجاه F واتجاه D. F عبارة عن 9 نيوتن ودي عبارة عن 0.150 متر، والزاوية بين القوة والإزاحة صفر، لأن القوة باتجاه الإزاحة، لذلك الشغل صار 1.35 جول. هاي طلب A. الطلب B: إذا بذل لاعب الهوكي قوة مقدارها لكن بقيت العصا ملامسة للقرص لنصف المسافة، فما مقدار الشغل الذي تبذله العصا على القرص خلال هالمسافة هذه؟ أيضا قانون تعويض جواب: W تساوي مقدار القوة في مقدار الإزاحة في كوساين سيتا، سيتا الزاوية بين القوة والإزاحة، أيضا هنا الزاوية بينهما صفر. أنا مصر أحطها دائما في المعادلة مشان ما ينسى الطالب، وهذا بعد الحساب يطلع الجواب في هذا الشكل. وفي أمان الله، ولا تنسونا من الدعاء.